السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مقالة قوية جدا، هسيب لكم الرابط بتاع هذا الفيديو. المقالة دي بتسأل سؤال: هل ممكن التعلم الآلي يفيدنا في قراءة النصوص المصرية القديمة؟ هو مركز جدا على الحضارة المصرية، لأن الحضارة المصرية هي يعتبر من أقوى الحضارات، ولذلك في علم اسمه علم الإيجيبتولوجي، ده مش موجود لبقية الحضارات القديمة. الحضارة المصرية مش هي أخطر الآثار على مستوى العالم، لا، ممكن تلاقي حضارات تانية، ممكن تلاقي مثلا الصين وهكذا، لكن هي مميزة جدا. فالصين ممكن أخطر، لأن كل طبق بيلاقوه بيعتبروه حاجة فنية، لكن لما تيجي تنظر للجودة والأصالة والحاجات دي كلها فهي الحضارة المصرية. فهم هنا عايزين بقى يشوفوا إزاي نقرأ الكتابات الهيروغليفية من على الجدران ومن على البرديات اللي هي كانت مكتوبة من زهرة اللوتس مثلا وهكذا، ازاي ان احنا نقدر نقراها، ازاي نستخدم الذكاء الصناعي في ان هو يحسن الشكل بتاعها بحيث انها تقدر تتقري، ازاي الذكاء الصناعي يبدأ يتعلم. خلي بالك ان كل النصوص القديمة احنا مش واثقين منها 100%، لان الترجمة القوية لازم تجيب واحد يكون بيتقن اللغتين اتقان تام، يعني يكون عايش في العصر العصور الاسرات وعايش معانا دلوقتي، فهو عارف اللغتين. احنا في جزء كبير جدا من التخمين، وبعد كده يطلع واحد تاني يكتشف كلمة تانية فيبدأ ان ايه الموضوع يتطور او الموضوع يتحسن عن اللي فات. طيب، الكاتب المقالة الجميلة دي بيتكلم في ايه؟ في لعبة معينة اللي هي ديت اساين كريديت، كان في جزء منها بيدور في عصر كليوباترا، فالمصممين مع علماء المصريات بيتأكدوا إن كل حاجة معمولة مظبوط، الهندسة المعمارية مظبوطة، الكتابة الهيروغليفية مظبوطة، كل حاجة بيحاولوا إنهم يعملوها بشكل حلو قوي. وهم شغالين اكتشفوا إن ترجمة تفسير النصوص الهيروغليفية بتاخد وقت كتير قوي، فبدأت الشركة اللي هي اسمها يوبي سوفت اللي عاملة اللعبة، قال لك طب ما احنا ممكن نطور تكنولوجيا تقدر تساعد في الترجمة دوت. فالمطورين تعاونوا مع العلماء في علم المصريات ومركز الاسترالي لعلم المصريات في جامعة ماكواري، قعدوا بقى يحاولوا ان هم يوصلوا لطريقة افضل ويستخدموا الذكاء الصناعي والتعلم الآلي في ان هو يفهم اللغة. هي الموضوع مش سهل، لان عندنا تقريبا 700 حرف هيروغليفي واتجاهات مختلفة، ومفيش حروف علة ولا علامات ترقيم ولا مسافات بين الكلمات، فالموضوع مش سهل. تمام. تمام. فهم بيحاولوا ان هم يعملوا تكنولوجيا تقدر انها تفهم اللغة وتفهم النقوش الموجودة على حجر رشيد. ففي اللعبة المفروض ان في واحد بيلبس درع على ظهره وبيطلع هرم ذهبي اللي هو دوت. انا ما عرفش اللعبة دي ولا مرة، هحاول العبها ان شاء الله. بيطلع هرم ذهبي فوق سهول فيها اشجار وجبال وشمس صفرة، وهما بقى بيحاولوا ان هما يعملوا حاجة قوية جدا. فاكرين كنيسة نوتردام لما اتحرقت وعايزين يعملوها تاني، مش لاقيين خرايط قوية ولا لاقيين مجسم غير في اللعبة دي. اللعبة دي كانوا عاملوا مسح بالليزر، فعندهم المعلومات مظبوطة. طبعا حجر رشيد موجود دلوقتي في المتحف البريطاني، لو دوسنا هنا على الرابط نقدر ندخل. ده المتحف البريطاني بريتش ميوزيوم. ليه ما يرجعش لمصر؟ طيب، نرجع تاني للمقالة. بيقول لك ان المترجمين الاول كانوا بيستخدموا الورق وقلم رصاص على اساس ان هم يرسموا ويتبعوا النقوش على جدران المقابر، ده في البداية. دلوقتي في التسعينات بدأوا يستخدموا تصوير فوتوغرافي، بحيث ان كذا عالم في نفس الوقت يقدروا في كذا دولة يقدروا ان هم يتعاونوا في حل الرموز. فالمبادرة بقى بتاعت الذكاء الصناعي هتبقى حاجة متطورة اكتر، وبالذات ان جوجل دخلت في الموضوع عام 2020، بدأت تتولى إعداد المشروع باللغة الإنجليزية والعربية وسمتها فابريسيوس. خلينا نفتحها قدامكم. ده البحث اللي هو بتاع جوجل اهوت،
ما سيبلوش الروابط، بحيث ايه يمكن حد يهتم بان هو يتبع الموضوع بشكل اكتر. تمام. Decoding Egyptian Hieroglyphics with Machine Learning. ممكن بقى تبدأ وتشوف ايه التطورات اللي حصلت هنا. Learn, Play, Work ده المشروع اللي هو عاملها جوجل، يمكن اتكلمنا عنه قبل كده. واحدة واحدة بقى تبدأ ايه تتعلم انت اللغة الهيروغليفية باستخدام البرنامج ده. البرنامج ده ميزته ان هو اوبن سورس، مفتوح المصدر، فتقدر ان انت تشوف الكود اللي مكتوب بيه البرنامج وتطلع عليه وتقدر تستخدمه مجاني. وبيقدر يتحمل الصورة زي نقش مثلا على جدران المقبرة حد صورها، ويبدأ يعمل طبقة طبق الأصل، ويبدأ ان هو يكبر جزء معين، وممكن يعمل مسح ليه، ويبدأ ان هو يصلح أجزاء لو في كلمة مش واضحة أو حرف مش واضح هو يبدأ ان هو يصلحه، ويبدأ ان هو يشوف الحروف الهيروغليفية يقراها واحد واحد ويحدد العلامات الهيروغليفية بحيث ان يبدأ يفهم اللغة كلها، ويقدر ان هو يحكي لنا القصص اللي موجودة فعلا. تعال نشوف الفيديو اللي هم عاملينه. الموضوع ده العراق شغالة فيه على اساس ملحمة جلجامش. جلجامش مكتوب على الواح كتيرة ومكسورة، فبيحاول ان هم يجمعوا اصلا الوحدات مع بعض زي ما كانت الاول، ودي عملية مش سهلة. فيعني خد من البشر وقت كتير، لكن الذكاء الصناعي هيتعمل له سكان كله ويبدأ ان هم يشوفوا الحاجات دي ويبدأ ان هم يحلوها. ده برنامج اهوت بحيث ان هو يبدأ يفهم اللغة. تقدر انت تعمل سيرش عليه في خوارزميات معينة عشان يقدر ان هو يفهم اللغة ديت. بس الصورة ما كانتش واضحة، بدأ ان هو يوضح الصورة.